في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف، قام السيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يرافق دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتفقد أعمال التطوير بمسجد التلفزيون. وخلال الزيارة أكد الطرفان على أهمية التعاون والتواصل بين المؤسسات الوطنية للدولة، كما استعرض خطة البرامج الدينية التي ستبث على شاشات الهيئة الوطنية للإعلام خلال شهر رمضان المقبل. خطة وضعتها وزارة الأوقاف لتطوير المساجد ومنها مسجد مسبيرو والذي تبث منه العديد من البرامج الدينية. أعمال التطوير افتتحها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. قبل رمضان عاملين حملة ضخمة على صيانة المساجد، وبنقول المسجد مبنى ومعنى مبنى. المسجد محتاج صيانة، تجديد فرش، لان مهم جدا واحنا داخلين على رمضان الناس تلاقي مكان ادمي محترم. وعشان كده انا بقول برضه في الاعتكاف في حسين السنه دي احنا بنمنع الاعتكاف في الزوايا، نمنع صلاه الجمعه في الزوايا. ليه؟ الزاويه قد كده ولا فيها مكان يصلح الاعتكاف ولا التهويه الكافيه ولا دورات الماء الكافيه. عشان يتم الاعتكاف لابد يكون في مسجد له مواصفات صحيه. في اطار التعاون بين الوزاره والهيئه للتاكيد على وساطيه الدين الاسلامي واعتداله وبراءته من كل ما يلصق به من ارهاب وتطرف، اتفق الطرفان على تكثيف هذا التعاون مستقبلا في شكل برامج وملتقيات خلال شهر رمضان تبث عبر شاشات الوطنيه للاعلام. عندنا من اهم ثلاث برامج في رمضان باذن الله مع فضيله المفتي، مع شيخ الازهر، مع وزير الاوقاف، وده حادث غير مسبوق بالمره. يبقى عندك ثلاث برامج من اهم البرامج اللي هتعرض في رمضان. دي رسائل كلها بتتوجه للمجتمع، واحنا هنا من خلال الهيئه الوطنيه للاعلام بنهتم بالفكر الوسطي الديني اللي هو صحيح الدين وايه المنشود من ورا. وبنوصل رساله، هل الجماعات المتطرفه بنت نظريتها على ايه؟ على ان الدوله مش عايزه دين. بنقول لهم لا، الدوله تبحث عن الدين الوسطي الصحيح، عن سماحة الأديان، وبنأكد أن الشعب المصري متدين بفطرته، لكن ليس دين الجماعات اللي بتشتغل لمكاسب خاصة. اتفاق في الرؤى بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام يعكس تضافرا لمؤسسات الدولة في جهودها، فقوة هذه المؤسسات الوطنية تعني قوة الدولة في مجابهة الفكر المتطرف. عبد الله بركات للتلفزيون المصري.